أوكرانيا تهدد بالانسحاب من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وتطالب النمسا بأسلحة. الحكومة تخصص أكثر من نصف مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء. انتقادات للحكومة بسبب تأخر تقدير المساعدات الاجتماعية مع ارتفاع التضخم. لم يفتقده أحد العثور على جثة متحللة لرجل توفي منذ عامين. ومحاكمة تركي أحرق سيارة حماتة لأنها تسببت بطلاقه من زوجته. نشرة الأخبار بالعربية على شاشة النمسا ميديا، أهلا بكم. ألمحت أوكرانيا إلى الانسحاب من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في حال بقاء ممثلين عن روسيا فيها، وذلك على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوكراني أوليكسندر موريشكو. وطالب في لقاء مشترك مع ممثلين عن البرلمان النمساوي برئاسة باميلا ريندي باغنر رئيسة حزب SPÖ بتقديم النمسا أسلحة لأوكرانيا، معللاً ذلك بأن أوكرانيا تخوض حرباً بالنيابة عن كامل أوروبا، ومطالباً بعزل روسيا تماماً، فيما أكدت فاغنر على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أثناء النزاعات داعية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. أعلنت الحكومة النمساوية عن تخصيص مبلغ 675 مليون يورو لمكافحة التضخم في البلاد بعد موافقة البرلمان. وقالت وزيرة الطاقة والمناخ ليانور جيفسلر عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المستشار كارل نيهايمر ونائبه فيرنر كوغلر وأعضاء الحكومة أن هذا الدعم سوف يخصص لخفض أسعار الكهرباء، وحددت الوزيرة رفضها للاستثمارات الجديدة في مجال الغاز الصخري، مطالبة بتسريع برامج التحول إلى الطاقة النظيفة كبديل. أكد يعقوب شتون الخبير الاقتصادي في معهد مومنتوم التابع لنقابة العمال، أكد أن هناك خسارة بنسبة 0.9% في القوة الشرائية لمتلقي المساعدات الاجتماعية. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية قال شتون، تستمر المساعدات الاجتماعية في فقدان قيمتها هذا العام على الرغم من الزيادة التي تبلغ 5.4%، لأن الحكومة لا تعوض التضخم إلا متأخرة. وقال الخبير إنه لأمر مخزن أن الحكومة تقف في منتصف الطريق، مؤكداً أن التعديل المتأخر للمساعدات لا يواكب التضخم. عثرت الشرطة النمساوية في هولابرون في النمسا السفلى على جثة رجل ميت في شقته متوفى منذ عامين حسب تقرير الطبيب الشرعي. وقالت الشرطة في بيان لها، ظل الرجل ميتا في منزله لمدة تصل إلى عامين ويبدو أنه لم يتفقده أحد. وقبل وصول الشرطة حاول رئيس بلدية المنطقة الوصول إليه، لكن قيود الخصوصية جعلت الأمر معقد، وفتحت الشرطة الباب الأمامي لمنزل الرجل منتصف ديسمبر الماضي وعثرت على الجثة المتحللة. وفي خبرنا الأخير، أصدرت محكمة سالزبورغ حكمها على تركي بالسجن لمدة عامين بتهمة إحراق سيارة حماته عمداً إضافة لمطاردة طليقه أو طليقته. وبحسب ORF، ألقى التركي اللوم على حماته السابقة لأنها كانت السبب في طلاقه من زوجته، ونفى المتهم جميع المزاعم وقال إن التهديد الذي تعرضت له حماته كان مجرد عبارة تركية لا معنى لها، كما اتهم بمطاردة زوجته السابقة باستمرار يوميا ومحاولة اقتحام منزلها وهو في حالة سكر. ولله في خلقه شؤون. نهاية النشرة، إلى اللقاء.